هاي، دلوقتي انا هشرح لكم شابتر 11. شابتر 11 بيتكلم عن الاجريجيت ديماند والاجريجيت سبلاي. مبدئيا يا جماعه، شابتر 11 بيتكلم على امتى الماركت بيوصل لمرحله الايكوليبريم. الايكوليبريم بيوصل لها لما يكون الاجريجيت ديماند ايكوال الاجريجيت سبلاي. طب وات از ذا مينينج اوف اجريجيشن؟ يعني التضخم في الطلب لما يكون ايكوال التضخم في الانتاج. طيب دلوقتي الاجريجيت ديماند يعني التضخم في الطلب، والاجريجيت سبلاي يعني التضخم في الانتاج. طب انت اقدر اقول ان الماركت وصل لمرحله الايكوليبريم لما يكون الاثنين ايكوال بعض. يعني ايه؟ لو حصل زياده في الطلب ب1000 يونت، يبقى الماركت مضطر ان هو ينتج برضو ال1000 يونت المطلوبه. فبالتالي في البوينت دي انا اقدر اقول ان الماركت وصل لمرحله الايكوليبريم. يبقى الاجريجيت ديماند يعني التضخم في الطلب، التوتال اماونت ذات اول كونسيومرز، اجمالي الطلب اللي بيطلبه الاول كونسيومرز من الفاينل جودز اند ايه اند سيرفيس، اجمالي المطلوب لو حصل زياده في عدد الوحدات المطلوبه. لو مطلوب مني 1000 يونت، المفروض الماركت ينتج لي ال1000 الثانيه، اللي هو التوتال اماونت اوف انكم، الانكم المفروض الماركت محتاجه عشان يقدر ينتج بيه الفاينل جود اند سيرفيس 1000 يونت دي. طيب when the household consumption increase the aggregate demand that will increase so the firm and government will increase the investment. يعني لما يكون الشخص العادي يطلب زياده من اليونتس، فالشركة وكل الوحدات اللي هي ليها علاقة بالفاينل جود اند سيرفيس بتنتجها مضطرين ان هم ينتجوا زيادة، يحصل تضخم في زيادة الانتاج بنفس الكمية المطلوبة منهم. الاجريجيت ديماند اند اجريجيت سبلاي ويل شيفت ابورد. يبقى في الحالة دي لما التضخم في الطلب يزيد هيروح رايت. In this case الاجريجيت ديماند الاجريجيت سبلاي برضو هيزيد معايا. طيب مرحلة الايكوليبريم امتى؟ لما يكون السيفنج ايكوال الانفستمنت. يعني الماركت بيوصل لمرحله الايكوليبريم نمبر 1 لما يكون الاجريجيت ديماند ايكوال تو ذا اجريجيت سبلاي، نمبر 2 لما يكون السيفنج ايكوال انفستمنت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا كونسيومر، انا باجي بعمل سيفنج في البنك، البنك بيعمل ايه بالفلوس اللي انا شايلها دي؟ يعني بيديها للانفستور عشان خاطر يعملوا انفستمنت. فبالتالي الفلوس اللي احنا شايلينها، لو انا شايله في البنك 100 جنيه، لازم البنك يروح يعمل بيها انفستمنت. يبقى السيفنج ماست بي ايكوال تو ذا انفستمنت. انا عندي 2 بوينت الماركت بيوصل فيها لمرحله الايكوليبريم، لما يكون الاجريجيت ديماند ايكوال تو ذا اجريجيت سبلاي، وفي نفس الوقت السيفنج ايكوال انفستمنت. طيب الكويستشن هنا، ايه اللي هيحصل لو السيفنج اكبر من انفستمنت؟ يعني ايه؟ لو البنك ما بيديش قروض والفلوس عماله بتزيد جوه البنك بس ما فيش استثمار، يبقى في الحاله دي there is no equilibrium، الماركت ما وصلش لمرحله الايكوليبريم. وفي الحاله دي طول ما الناس عماله بتشيل فلوس، فبالتالي مفيش حد بيطلب، فبالتالي الاجريجيت ديماند هيكون اقل من الاجريجيت سبلاي، يعني الطلب هيكون اقل من الانتاج، فيؤدي الى ان السوق معناه كده في حاله ريسيشن او في حاله كونتراكشن، يعني عمال بينقد نفسه. السوق هيحصل له بدا يحصل له مرحله اهتزاز في الحاله الاقتصاديه. فبالتالي لما انا افضل اشيل فلوس اشيل فلوس اشيل فلوس وما بنتجش، ما بطلبش، ما بشتريش، فبالتالي السيفنج هيكون اقل اكبر من الانفستمنت، يبقى كده بالتالي الطلب هيكون اقل من ايه؟ من الاجريجيت سبلاي. طيب ايه اللي هيحصل لو السيفنج اكبر من اقل من الانفستمنت؟ السيفنج لما يكون اقل من الانفستمنت، ده معناه ان البنك عمال بيطلع فلوس وقروض، والناس ما بتشيلش فلوسها، عماله بتستثمر في مشاريع وعمال بيعملوا فاينل جود اند سيرفيس. فده هيؤدي ان الاقتصاد هيبدا يحصل له اكسبانشن، يعني يحصل تضخم وازدهار في الحاله الاقتصاديه. فده معناه ان الماركت كله هيبدا، كلنا في الماركت، كلنا في الكانتري هنبدا نحقق بروفيت. فده معناه ان الطلب هيزيد عن الاجريجيت سبلاي. يبقى لما يكون الاي اس الاجريجيت سبلاي اكبر من الاجريجيت ديماند، عندي في السوق حاله كونتراكشن، يعني معناه ان الانتاج ازيد من الطلب، محدش بيشتري. فبالتالي ده معناه ان في اهتزاز في الحاله الاقتصاديه، والاقتصاد عندي عمال بيقع. لكن لما يكون الاجريجيت سبلاي اقل من الاجريجيت ديماند، ده معناه الناس عماله بتطلب، فبالتالي السوق كله في مرحله انفليشن، تضخم في الطلب، الناس معاها فلوس، فبالتالي الانتاج مش مكفي او مش شابع ساتسفاي الكاستمرز ان ذا ماركت. طيب assuming ان الاجريجيت ديماند equals سي بلس اي، وات از ذا equilibrium ليفل اوف اوتبوت؟ بصوا يا جماعه، الجي دي بي هنا معناها از ذا سيم مينينج في الاي اس، معناها الانكم. يبقى الجي دي بي عندي في الاسكادول هنا معناها الاجريجيت سبلاي، هي نفس المعنى الانكم. طيب ومديني الكونسامشن اللي هي السي، ومديني الانفستمنت.
طالب الاجريجيت ديماند. الاجريجيت ديماند يعني التوتال اكسبندتشر اللي هو بطلعه زي زي شابتر 9. الاي دي زي ما انتم شايفين فوق اهو، الاي دي ايكوال سي بلس اي بلس جي بلس اكس ماينس ام. طب هو مديني هنا ايه؟ عايز الاي دي، هو مديني السي والاي، يبقى هعمل ايه؟ هطلع الاي دي زي ما انتم شايفين في السكيدول اللي قدامي، الاي دي ايكوال سي بلس اي، يبقى انا كده طلعت الاجريجيت ديماند. وانا عندي هنا الاجريجيت سبلاي، فين نقطه الايكوليبريم؟ نقطه الايكوليبريم اهي 3600. طيب طلع مني، طلب مني اطلع السيفنج، السي دي عباره عن السيفنج. والله انا عارفه ان الانكم اجمالي الدخل بعمل بيه حاجتين، كونسامشن وسيفنج. هو هنا مديني الانكم اهو، ده الانكم، الجي دي بي هو الانكم، ومديني الكونسامشن يعني معايا الدخل مرتبي كامل وعرفت انا صرفت قد ايه. هطلع اعرف اطلع السيفنج، اه يعني انا مثلا مرتبي 4200 صرفت 3800، يبقى انا شايله كام؟ 200، يبقى شايله سوري 400. مرتبي 3900 صرفت 3600، يبقى انا شايله 300، وهكذا. طيب فين نقطه الاكريبيوم؟ زي ما قلنا من شويه اهي 3600 الاجريجيت ديماند ايكوال الاجريجيت سبلاي والانفستمنت ايكوال السيفنج، وهي دي نقطه الايه؟ الايكوليبيوم. طيب عندي حاجه تانية اسمها المالتيبلاير. المالتيبلاير يا جماعه، المالتيبلاير اناليسيس ده فورميلا او رول بستخدمه عشان خاطر اعرف فيها نسبه التغير اللي حصلت في الجي دي بي، نسبه التغير اللي حصلت في الدخل نتيجه للتشينج اللي حصل من سبندنج. يعني عباره عن كقانون مالتيبلاير عباره عن percentage change in income او in GDP على percentage change in spending. نسبة التغيير multiplier كون ده بستخدمه، نسبة التغيير اللي حصلت في الانكم نتيجة لتغيير الاسبندنج. ليه؟ عشان يثبت لي ان اي جنيه هزوده في الاسبندنج، يعني انا لو بستثمر فلوسي زي مثلا بعمل انفستمنت ب 100 جنيه، انا استثمرت فلوسي، استثمرت 100 جنيه، السنه اللي بعديها زودت جنيه، عايز يثبت لي ان اي جنيه سبنت، اي جنيه هصرفه على اي حاجه هيجيب لي الضعف، البروفيت بالنسبه لي هيبقى الضعف من الجنيه ده. طيب عندي حاجه اسمها انديوس كونسامشن، يعني التشينج اللي حصل في الام بي سي، التشينج اللي حصل في الاستهلاك عباره عن التشينج اللي حصل، التغيير اللي حصل في الكونسامشن على التغيير اللي حصل في الانكم. واوتونوموس كونسامشن اللي هي الايه اللي احنا الكلام ده خدناه في شابتر 10. طيب وات ويل هابن، ايه اللي هيحصل للجي دي بي، ايه اللي هيحصل لقيمه المنتج لو انا حصل عندي ازدهار ايكونوميكس بوم، عندي ازدهار في الحاله الاقتصاديه، يبقى قيمه المنتج هتزيد وعمليه الاكسبورت هتزيد ومور انفستمنت. يعني لو حصل تضخم وازدهار في الحاله الاقتصاديه بتاعتي كل حاجه معايا هتعلى. طب لو انا عندي ريسيشن ان اور كانتري كل حاجه معايا هتقل. طيب ازاي بحسب الجي دي بي يا جماعه؟ المالتيبلاير عندي قانونين، البرسنتج تشينج اللي انا قلته من شويه في الانكم على السبندنج، وعندي قانون تاني اسمه ال1 على ال1 ماينس الام بي سي. بيجي لي ازاي؟ بيقول لي اف ذا ليفل اوف انفستمنت سبندنج، لو حصل تغيير في السبندنج ب 100 والام بي سي هو مطلعها لي على طول 0.8، عايز الانكريز ان جي دي بي، عايز التغيير اللي حصل في الانكم. طب ايه الحاجه اللي هنا اللي بتطلع لي المالتيبلاير؟ انا بحل عن طريق ستبس، بعمل مالتيبلاير عباره عن بستخدم الرول التاني ال1 على ال1 ماينس الام بي سي، هيطلع لي قيمه التغيير اللي حصلت ب 5%. طب تو جيز ذا تشينج ان جي دي بي عشان اجيب التغيير، يبقى المالتيبلاير عباره عن تشينج اوف انكم على تشينج اوف انفستمنت او سبندنج. عشان انا عندي المالتيبلاير لسه مطلعها بخمسة اهو، هو مديني اللي حصل تشينج في سبندنج بكام؟ ب 100، يبقى 5 ايكوال تشينج اوف انكم، دي الميسنج نمبر بتاعي، على 100 في 500 ايكوال 500، يبقى هعمل 5 في 100 بتطلع ب 500 تاني. اف ذا جفرمنت انكريز ديفنس، لو الحكومه غيرت المواصفات بتاعتها 1 بليون، والام بي سي ايكوال 0.8، طلع لي قيمه الدخل، حصل تغيير في الدخل بقد ايه؟ 1 على 1 ماينس الام بي سي. بعد كده اروح مطلع لي تشينج انكم هتطلع لي ب 5. ده شابتر 11، وعندك التست بانك اهو، وان شاء الله هنزل لكم فيري فيري امبورتنت موديل اكزام ان شاء الله بكره بالليل بعد الفطار، يتحل اكتر من 3-4 مرات. ربنا معاكم، لو في حاجه احتجتوني فيها انا معاكم ان شاء الله. ثانك يو.